وبوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية وشح الملك محمد السادس التلميذ أسامة مفتاح، والذي استطاع على الرغم من إعاقته أن يكمل دراسته والحصول على الباكالوريا شعبة الآداب والعلوم الإنسانية بميزة مستحسن. هذا وقد عبر الموشحون عن فرحتهم وافتخارهم بهذه الأوسمة. شرف بمقابلة سيدنا وشحوا بهذا الوسام، وهذا تشريف لنا وتكريم، والنتيجة ديالو واخا هو في هذه الوضعية هذه الحمد لله، ولكن استطاع يحصل على شهادة البكالوريا بميزة مستحسن والحمد لله. وما كيما كيقولوا حنا عندنا قدرات خاصة، خصنا غير اللي يلتفت لينا ويدعم.